أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأكرم إلى درس جديد من دروس تعلم الفرنسية في دقيقة. اليوم سأعرفكم على لي تيب دو فراز، أنواع الجمل. هناك أربع أنواع من الجمل في اللغة الفرنسية. أقول أنواع، لدينا أربع أنواع. نعم، النوع الأول لا فراز ديكلاراتيف، الجملة الخبرية. الجملة الخبرية تقدم معلومة أو تعطي رأي اون اوبينيون وتنتهي بنقطة ان بوان. جي روندو فيزيت ا ما غران مير، لقد قمت بزيارة إلى جدتي. طبعا تنتهي بنقطة وتبدأ دوما بحرف كبير ماجيكول. هذه هي لا فراز ديكلاراتيف. الجملة الثانية أو النوع الثاني لا فراز انتيروغاتيف، الجملة استفهامية. الجملة الاستفهامية تطرح سؤال بوزي اون كيستيون وتنتهي بعلامة استفهام ان بوان دانتيروغاسيون. Est-ce que tu as fini ta leçon? Hal anhayta darsak? Sou'al yansahi douman un point d'interrogation, yani bi'alama istifham. Al-nou' al-thalith hiya al-jumla al-amriya, la phrase impérative. Jumla al-amr li'i'ta' un ordre. Amr yani. Aw taqdim nasiha, un conseil. تنتهي بنقطة كذلك ان بوا. فيرم لا بورت، هنا امر، اغلق الباب، تنتهي بنقطة كذلك. الجملة الرابعة والاخيرة، النوع الاخير طبعا، لا فراز اكسكلاماتيف، الجملة التعجبية. الجملة التعجبية لتعبير عن احساس، شعور، ان سنتيمون او انفعال، ان ايموسيون، وتنتهي بعلامة التعجب ان بوا ديكسكلاماسيون. الجملة تعجبية، كال أدوغابل بيبي إلا، كي كم هو لديه بيبي يعني صبي جميل يعني محبوب. كال أدوغابل بيبي إلا يعني تعبر عن مشاعر وانفعال تجاه حادثة معينة أو تجاه شخص. تنتهي بعلامة أن بوا ديكسكلاماسيون. إذا هذه الأربع أنواع اللي عرفتكم عليها في الجملة الفرنسية. أترككم في أمان الله ورعايته وحفظه إلى درس مقبل بحول الله.